بما أنك مدير مدرسة، سمعنا أن هناك أحد المدارس يمكن اسمها خولة بنت حكيم متوسطة بنات، هناك 17 حالة كورونا وقد أغلق 3 فصول على أثر هذه الإصابات. نعم. ما هي المعلومات اللي لديكم بما أنك عضو في جمعية المعلمين وعندك أيضا تواصل ما بينك وبين المديرة؟ الله يعطيكم العافية. بداية أحب أطمئن أخواني أولياء الأمور وأبنائي الطلبة والطالبات أن الوضع الصحي إن شاء الله مطمئن بالكويت والحمد لله رب العالمين، ويعني بمتابعة وتوجيهات قيادات التربوية وتفاعل إدارات المدرسية الأمور إن شاء الله يعني على قولكم السليم الحمد لله رب العالمين. قياداتنا وإدارات المدرسية قادرة على التعامل مع الحالات الموجودة، وللأمانة يعني العام الماضي عطى ثقافة صحية وطبية لإدارات المدرسية وأخواننا في الميدان التربوي، وإن شاء الله الأمور يعني مطمئنة جدا. الحالات اللي تكشف يبدون يعزلونها ويستبعدونها ويتم الاتصال بولي الأمر لاستلام الطالب اللي عنده هذه المشكلة ويبدأ يدخل في المؤجل في الاختبارات المؤجلة، والأمور إن شاء الله مطمئنة الحمد لله بإذن الله. طيب أستاذ، هل في احتمالية أن تكون اختبارات نهاية الفصل يعني أونلاين؟ الفصل هذا اللي احنا فيه أنا ما أعتقد أنه يوصل الأونلاين، لكن هذا الشيء مرتبط بالوضع الصحي. إذا كان الوضع الصحي على هذا البنوال اللي احنا فيه أعتقد أن الأمور ميسرة جدا، إلا إذا زادت الحالات يعني بشكل واضح ممكن أن يكون الحلول مطروحة على الطاولة أمام قياداتنا التربوية، والحمد لله جميع الحلول يعني موضوعة ومطروحة على الطاولة. وأنا للأمانة كمدير مدرسة ومطلع على هذا الأمر، للأمانة إدارات المدرسية عادة العدة ومجهزة لجانها والممرضين متواجدين والأجهزة موجودة، وأنا أحب أطمئن اخواني ولا الامور ان شاء الله الامور يعني مطمئنه جدا ولا لا داعي للقلق ولا في اي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله الامور تكون ميسره. جميل. واتمنى السلامه التامه لابنائنا الطلبه واخواننا في الميدان التربوي.